سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. اليوم حندير اقوى مشروع، كذلك راني مع المشاريع وتحت طلب احلى متتبعات. حندير معاكم فريكاسي التونسي. فريكاسي التونسي هذوك لي ميني ساندويتش بزاف بنان، يطيبوا كيما لي بيني، بزاف يحبوهم ويتشاوهم، ديجا مدارين حلا في صحتو هذا ام يبيعوهم. الوغ على بركة الله حندير معكم فريكاسي تونسي بأبسط طريقة. إن شاء الله ناس تونس والحبايب والمتتبعات من تونس، إن شاء الله حنوفي الوصفة، إن شاء الله ربي يقدرني. الوغ على بركة الله نبداو في العجينة. العجينة واش نحتاجو؟ شوفوا البنات، تحبوا تضعفوا المقادير، تحبوا تنقصوا، تاخذوا رأيي، غير ما تنقصوش المقادير، غير ضعفوا، باسكو بنا على بنا ما تفيقيش روحك تاكلي 6 7 8 بلا ما تفيقي روحك، وخاصة رانا فصل الصيف، تحبطيهم لابلاج، تحبطيهم للغابة، تروحوا للبارك، تنقصوا المصاريف عليكم برا، اون بليس تاكلوا حاجة تاع الدار. الوغ البنات شدوا ورقه وستيلو ويلا تبعوا الخطوات. الوغ على بركه الله في ريسيبيو عندي كيلو فرينه مغربله، كيلو فرينه مغربله او كيلو طحين باش يفهموني الدول الاخرى، كيلو طحين مغربل. عندي البنات زوج مغارف كبار ملعقه اكل خميره الخبز، زوج مغارف كبار خميرة الخبز، يعد لها زوج مغارف كبار سكر المائدة، يعد لها زوج مغارف صغار تاع قهوة، ملح زوج مغارف صغار ملح، يعد لها 6 مغارف كبار تاع الأكل زيت، يعد لها بيضتان كاملتين، وكذلك زوج كيسان ماء دافي، أنا نقول زوج كيسان ماء دافي، سعة الكأس 250 مللتر، زوج كيسان ماء دافي، أنا نأكد ماشي سخون يغلي، لا درتو سخون يقتل مفعول الخميرة الخبز، على بركة الله، الفرينة راهي هنايا، نديرو النواشف، نبداو نديرو الخميرة، رابيدمون، نديرو السكر، نديرو الملح، نخلطو النواشف. شوفوا البنات كيما راكو تشوفوا، فوالا هنايا نزيد الزيت، 6 مغارف اكل زيت في كاسي تونسي، يعني نحبوه برشا برشا، ان شاء الله يخرج لي على 66 كيف. هادو ما اقوال معروفين عند حبابنا توانسة، ربي يحفظهم ان شاء الله. فوالا نخلط، نحاول ندخل هذاك الزيت، شوفوا طريقة جد سهلة، نخلط هذاك الزيت، كمية من الزيت في الفارينة مع البيض، طريقة جد سهلة البنات، غير ضعفوا المقادير، ما ديروش كيلو كيما نايا. فوالا عن تجربة بزاف بنينة الفريكاسي التونسي، كاين عدة طرق، أنا حبيت نسهلكم، عندلكم أسهل طريقة. فوالا انا خلطت جميع المكونات. دوك البنات هذوك زوج كيسان ما دافي، نحطهم قدامنا هنا، نبدا نضيف الكاس الاول اكيد خلاص. فوالا الكاس الاول انا درناه ما دافي، نبدا نلم. فوالا هكذايا، شوفوا ما تلمتش. دوكا نبدا الكاس الثاني، ما نرميش كامل، نرمي نصف الكاس، خاطش كل فرينه وكل نوعيه تاع الفرينه كيفاش، اسكو تشرب اسكو لا لا، انا درت لكم مقادير مضبوطه، ما تزيدوا ما تنقصوا. شوفوا البنات راهو خاصها نكمل الكاس كامل، ما نخافوا، زوج كيسان بالتمام. العجينه كيما تجي كيما تاع لي بيني اللي نديروهم، ما تجي طريه ما تجي يابسه، نحاول لم. انا لميت العجينه تاعي، شوفوا القوام تاعها، ديروا كميه من الفرينه في طاوله العمل، نرمي العجينه تاعي فوق طاولة العمل البنات، ندير شويه كيما قلت لكم فرينه ونبدا نعجنها. شوفوا كي نعجنها هكايا رابيدمون هكايا، وشوفوا غير نلم برك، ما نقطعش العجينه كيما مالفين نقطعوا في العجين هكذا. فوالا نعجنها لمده 5 دقائق، نعاود نلم، شوفوا حتى نحسوها طريه بين يدينا، بويسك فيها الخميره اكيد تكون طريه وتخرج ناجحه، طريقه جد سهله.
فريكاسي تونسي بهذه الطريقه، ما فيه زيت، ما فيه، ما يجيكم زيت، ما يجيكم مجلد، ويجيكم فارغ من الداخل. مازلني نعجن العجينه تاع الفريكاسي التونسي، فوالا، ولم شوفوا لمده 5 دقائق. نيتها نحطها في الريسيبيون اللي عجنت فيه، نغطيها بابي فيلم. فوالا نعطيها بابي فيلم كيما راكم تشوفوا، ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها. الوقت ما على بالناش، كل واحد كيفاش السخانه تاع الدار اكسيتيرا، نخلوها حتى يضاعف الحجم ونولي لكم. العجينه تاعي راهي تخمر او ميم طون البنات في كاسرونه، ندير حبات بطاطا، شوفوا شللتهم ما قشرتهمش، ندير لهم كميه من الملح ونديرهم يغليو يغليو حتى يطيبوا. في نفس الوقت درت حبات بيض حسب الامكانيات، كل واحد وكيفاش الكميه. حبات بيض بيان سور نديروا لهم كميه من الملح ونخليهم يغلو كيف كيف. العجينه البنات راهو ضعف الحجم ديالها، شوفوا الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. شو ندي غازيها، نحطها فوق طاوله العمل. طاوله العمل نرشها بالفانيلا. فوالا نحط العجينه تاعي، شوفوا شحال راهي طريه. هذا البنات او ميم طوني وجدت بلاط لي بلاطو تاعي، درت لهم الفارينا كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيما نخدموا لي بيني، هكذاك هكذاك حنخدم فريكاسي التونسي. نحل العجينه، ندير الفارينا، نبدا نحل العجينه بالحليول. ديما نقول لكم البنات كي نحلوا العجينه ما نعطيولهاش القوه، هكذا ليجيرمون من الفوق هكذايا وراهي تتنحل لنا العجينه. نحلوها سمك معين كيما لي بيني البنات، درت لكم لي بيني، وان شاء الله هذا الاسبوع ان شاء الله نعاود لكم لي بيني سمك. دوك تشوفوا كيفاش نبقى نحل. فوالا البنات انا حليتها، شوفوا السمك ديالها الله يبارك. شوفوا السمك البنات تاع العجينه، باسكو حتزيد تزيد تخمر هنا شي شويه، نزيد نرققها. نحكم طابع تاع لي بيني، ما هو كبير ما هو صغير، المتوسط البنات. نديروا شويه فارينه ونقطع دوائر، شوفوا كيما لي بيني، يعني نعاود كيما لي بيني. فوالا ندير العجينه كامل، فد العجينه تاعي حنعاود نزيد نخدم بها حبات. فوالا شوفوا العجينه تاعي بسم الله ما شاء الله، ما نعجنوهاش البنات، نحاول نلمها هكذا فقط. نرفد هاد الدائره تاعي البنات ونجعدها، شوفوا كاش نجعدها ونحطها تخمر. شوفوا كاش الشكل تاع الشكل تاعها كيجي اوفال. فوالا شوفوا البنات هكذا، نخلي لي سباس بيناتهم. هذا هي شكل فريكاسي التونسي. فوالا تحيه لناس تونس والمتتبعات تاعي من تونس، مرحبا بكم، وقولوا لي لا راني ناجحه في الوصفه ولا لا لا. فوالا فوالا البنات انا حليتهم هكذايا، نغطيهم بطريشنه هكذايا. الله الله، نزيد نكمل العجين، نحل العجينه تاعي بنفس الطريقه. شوفوا البنات ما عجنتهاش كيما تاع لي بيني، ما عجنتهاش، نزيد نحلها ونخدم الدوائر ونجعدهم يولوا على شكل اوفال. درت الزيت البنات، شوفوا الزيت لازم كميه تكون كبيره كيما لي بيني، كيما عارفين نطيبوا لي بيني. وجدت ماكله كسكاس ولا هكذايا هكذايا، تبسي يكون كبير شويه. بابي نحكم بابي، فوالا نحط لداخل البنات هكذايا، يعني باش تاكدوا ما فيش ما يشربش ما فيش الزيت بزاف. نوجد ملعقه خشبيه تساعدنا تكون غامقه هكذايا. شوفوا البنات امخمروا لي بسم الله ما شاء الله، شوفوا الحبات كيفاش تنفخوا لي هنايا. نبدا بالكميه الاولى، شوفوا كيلو فارينه شحال دار لي من الحبه فري كاسي. فوالا نرجع الطرشو، نجبد السنيوه الاولى اللي بديتها، نعرف بلي سخنت الزيت تاعي البنات. ناخذ كميه هكذايا نديرها في المقله
لازم تسخن برشا برشا. ناس تونس نحبكم ونحب اللهجة تاعكم، تعجبوني بزاف. فوالا شوفوا كاش طلعت ايت فلوت، شوفوا كاش فلوطات فوق فوق الزيت هذا، يعني راهي سخنت لي الزيت. يلا البنات نبداو نقليو الفريكاسي التونسي. شوفوا بسم الله ما شاء الله نرفدوها فاسيلمون، ميم تخمر بزاف يخافوها. شوفوا ما خليت الاصابع تاعي ما والو، هكذا مباشره الى الفرن. بسم الله شوفوا، قلت لكم تحب الزيت بزاف. شوفوا هذه كاش خمرت، شوفوا كاش طلعت. نديرو بالخمسة البنات خاصة المبتدئات، نبدأ ندير فوقها الزيت، نرمي فوقها الزيت هكذايا تنفخ وحدها. شوفوا راهي تفلوطي فوق الزيت، ما راهيش لاصقة في المقلاة. شوفوا هذه اي بدات تنفخ. فوالا نرمي الزيت بدالها. فوالا البنات لخفتو، بداو ديرو بثلاثة. فريكاسي التونسي ما نخلوهاش طيب بزاف، تحمر بزاف كيما لي بيني. فوالا شوفوا كاش نفخت، مازالني مستمرة. شوفوا كاش نفخ في الكاسي تاعي، شوفوا كاش راهو خفيف راهو يفلوطي، كي يفلوطي فوق الزيت اعرفوا انه راهو خفيف وفارغ من الداخل. ما نخليهش يطيب بزاف البنات، نعطيلو وجه حميمر شوية. فوالا نعاود نقول ناس تونس ان شاء الله نكون وفيت الوصفة ان شاء الله. على 66 كيف. فوالا شوفوا كاش دبون فلاو البنات، اظن انه كفايه وقيل هكذايا، ما نحمرهمش بزاف. شوفوا راني خطوه بخطوه معكم، طريقه جد سهله انطابوا لي الفريكاسي تاعي. فوالا اللي طلبوهم بزاف متتبعات، نحيهم نقطرهم هكذايا، عفوا زلقت لي. نحطها مع اختها باسكو بومبي سي بور سا راهم يزلقوا لي. فوالا نقلبها باش تجيني سهله كي نرفدها. هذا هو خبز الفريكاسي فريكسي وانا نقول. فوالا بنفس الطريقة نكمل الحبات تاعي. المقلة الثانية شوفوا زادو تنفخوا لي كتر في المقلة الثانية. فوالا ضروري نخلي الزيت تسخن ملح. شوفوا البنات شوفوا خفاف الله يبارك، شوفوا ما حبتش تنقلب لي هدية تلمو منفخة بزاف. فوالا بنفس الطريقة البنات نكمل نقلي الحبات. شوفوا الله يبارك، هذا هو الفريكاسي التونسي. شوفوا مقرمش من برا راهو سخون بأسهل طريقة، بأسهل طريقة. نكمل نقلي البنات كمية كامل ونولي لكم بنات. شوفوا الخبز فريكاسي راهو طابلي، شوفوا بسم الله ما شاء الله. نحل معكم باش تشوفوا بعينيكم، شوفوا كاش فارغ الداخل. بسم الله ما شاء الله، وصفة ناجحة 100%. شوفوا البنات تحبوا الموس تحبوا حلو باش حبيتو، شوفوا خفيف قطني. شوفوا البنات صدقوني ينتكل هكذا، يا هكذا وحده ينتكل. فوالا نروحو نوجدو الحشو ديالي البنات. البطاطا اللي غليتها بالقشور تاعها نقيتها قطعتها ديدي كيما راكو تشوفوا. البيض المغلي هذاك كل واحد الامكانيات تاعو، البيض مغلي قطعته ثاني كديدي. عندي طن تاع الزيت، عندي كميه زيتون كاسي الهريسه
فيكاسي تونسي معروف بانه حار يقتل، حار يقتل. فوالا عندي معدنوس. الوغ نولو البنات، البطاطا اللي قطعتها ديدي باش ما تجيناش صامطه، حنفرغ لها هذاك الزيت تاع الطون اللي صفيته. ان شاء الله اكو فهمتوني. فوالا كميه من المعدنوس ونزيد كميه من الهريسه باش ما تجيناش البنات صامطه برك. نخلط المكونات. فوالا شوفوا باش ما تجيش صامطه ناشفه وحدها. هادو هما المكونات تاع فريكاسي. ما حبيت ندير حوالي اضافه ني مايونيز ني اي صلصه ني والو على طبيعتها. نحكم هذوك الخبيزات تاع فريكاسي. بالنسبه البنات شوفوا هاد لي بلا، لي بلا تاع بيتزا تاع لي ساندويتش. شوفوا شحال شابين، فوالا شوفوا شحال شابين صغيورين. نقول لكم البخي تاعهم بزاف شباب، يديروا 5000 الواحد. شريتهم شوفوا حاجه شابه يفرحوا بها الدراري، نديروا فيها لي ساندويتش. شريتهم 5000 الواحد في الحبطه تاع الاميري تاع باب الواد، كاين طابله تبيع الماعن راهو داير حاله بهم. شريت اربعه، شوفوا اربعه فاميل بزاف شابين، نديروا فيهم لي ساندويتش. دوك شوفوا كاش يخرجوا هنا مع لي ساندويتش. الوغ البنات نحكموا الخبيزات تاعي هكذا، نحلها بالمقص. شوفوا كاش فارغه حتى يتقسمت لي. فوالا نورمالمون ما تنقسمش تالمو خفيفه. نعاود نخلوها ابار. نقسم الحبه تاعي. شوفوا البنات ندير كميه، ندير كميه من الهريسه، هما اصلا يجوا حرين. كميه من الهريسه، نزيد كميه من البطاطا هديه. شوفوا البنات نديروا شويه، ندير كميه من البيض مغلي. فوالا ندير كميه من الطون، طون بالزيت. ندير كميه من الزيتون كاسي، ولكم الاختيار تحبوا ديروا زيتون هذاك اللي بالاسود ديروه. ندير كميه من المعدنوس. فوالا تحبوا نديروا نزيدوا الهريسه، زيدوا الهريسه. فريكاسي، فريكاسي التونسي معروف، معروف بالحرور تاعو، الحر تاعو. هذا هما لي ساندويتش تاع فريكاسي التونسي. شوفوا بسم الله ما شاء الله خفاف بزاف. شوفوا ما فيهمش كامل الزيت، ما فيهم ولا قطره زيت. فوالا نحطوهم في لي بلا هذوك تاع لي ساندويتش. شوفوا شحال جاو شابين. نزيد نخدم معكم حبه، نحليك حبه البنات هكذايا. نديرو كميه من الهريسه، فوالا شويه بطاطا، نديرو شويه بيض مغلي، شويه طو، فوالا الزيتون. صدقوني العضه اللي تعضوها شحال بنينه يا الله ما نحكي لكمش. نزيدو شويه هريسه ونزيدو المعدنوس. فوالا هكذا يجي الساندويتش. شوفوا شحال خفيف. شوفوا نحطهم في لي بلا تاعي. شوفوا ينطقوا البنات. فوالا نكمل نعمر لي ساندويتش تاعي ونولي لكم. البنات هذه هي النتيجه النهائيه تاع فريكاسي التونسي. بنه بنه تقتل. كما يقولوا ناس، ناس تونس. على 66 كيف. فوالا هذا هو. شوفوا القوام، شوفوا شحال جاو بنان، ما فيهمش زيت. تقدروا ديروهم حتى دي صالي مملحات للمناسبات البنات، ديروهم حتى دي صالي للمناسبات. قطع بابي. شوفوا الساندويتش تاعي هكذايا. شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا قطني فارغ من الداخل، بزاف بنين خفيف، شهيتكم بالجنة. شوفوا البنات كيفاش فريكاسي التونسي. شوفوا البنات فوالا شهيتكم بالجنة. صدقوني تاكلوا غير كترو كترو، ديروا زوج كيلو، كيلو ورطة. انا شوفوا مع لا فيديو درت لكم كيلو فارينة، اني زدت شمخت كيلو ورطة الفارينة باسكو على بالك طارو في السماء. صدقوني بزاف بنان وبزاف خفاف. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناة. عفوا وبكم استمر. شوفوا لي بلا تانيك، لي بلا 5000 الواحد. شوفوا شحال شابين، حاجه حاجه شابه بزاف. كل واحد لاباغ تاعو في لي بلاطو هادوما. فوالا
ديروا لايك وابوني للقناة وبكم استمر. البنات ادخلوا التيك توك، ادخلوا الانستغرام، فيسبوك، على بالكم تهلين حبيبات قلبي، ربي يحفظكم ليا. ان شاء الله تعجبكم الوصفات، ونزيد نعاود البنات، نزيد نعاود ونكرر. ارجو منكم يعني كيما نقول لك تسعفوني في لي ستوري في الفيسبوك، هاني دي فوا كاين متتبعات هما يتقلقوا، ما كاينش ديري، الله المستعان. هادوما مجرد دي ستوري، الوصفه اكيد لما راني ندير هاد لي ستوري، لما راني ندير هاد الوصفات، في جال احلى متتبعات تستفادوا نتوما. قلت لكم انا ندي دعاوي الخير. رابط الانستغرام وتيك توك تسيبوه في صندوق الوصف. يلا البنات بارتاجيو باش تكبر العائله تاعنا، وان شاء الله نستفادوا كامل. سلام البنات.